هاوي باتجاه سعد عبد الامير، علاء مهاوي يمر من الاول والثاني، يا سلام يا سلام يا سلام، جول 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 جول، رائع جدا، منتهى الروعة والجمال من علاء مهاوي، يرد على منتقديه الكثر في سلسلة مباريات ماضية، ولكن بأي طريقة سجل، بطريقة مباغتة للغاية عند الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، مر من اللاعب الأول ومر من اللاعب الثاني وسدت كرة مباغتة تماما، فشل الحارس أحمد شاكر في التعامل معها، مر 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 من الجميع، وماذا فعل الحارس؟ خطأ كبير من حارس المرمى، لم يحسن التعامل مع مهارة علاء مهاوي، والحظ كان مع علاء، وبالتالي عانقت كرة الشباك ليعلن عن تقدم الشرطة بهدف أول بعد مضي 10 دقائق من عمر هذه المواجهة. فريق الشرطة إذن يسجل أول أهداف المباراة. استغراب بابا موسى من ردة فعل أحمد شاكر.